أنا المكتبي فتحت سنة 86، كانت يومتها صيفي 86. هلا الحمد لله أنا صرنا تقريبا 34 سنة. كان شارع عفيف طيبة كتير كان مميز بالتسعينات، كان من أهم الشوارع. يعني كنت تلاقي كل العالم هون موجودين، يعني من جميع المناطق. يعني تصور تجيبي حجر ملونة لونية، حجرة لونية حطيها كانت تنباع. يعني مرقنا بمشاكل، بس في حسنات كتير 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 أنا بالمكتبة يعني أسسناها وعملناها. هي الحسنات اللي تعرفنا فيها على العالم، ويعني ربينا أجيال بالمكتبة. صور الولد اللي كان عمره 10 سنين هلا صار عمره مثلا 45 35. أنا بفتخر كتير إنه يعني الحمد لله ربينا أجيال. تعرف الوضع صار صعب كتير، يعني تمنياتي نحن، يعني خصوصا أهالي طريق جديد، أنا ساكن طريق جديد، تمنياتنا نكون نوقف مع بعض ونساعد بعض.